بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب دينو لينكس، معكم عبد المجيب. أوكي، في الفيديو هذا راح أتكلم عن أو بالأصح موجه لطلاب الحاسب الآلي الصف الأول ثانوي ومدرسي الحاسب الآلي الصف الأول ثانوي. أوكي، طبعا الحمد لله البرمجيات الحرة دخلت على المناهج الحاسب الآلي أو يعني الخاصة بالثانوية، مو بكل المدارس لكن أغلب المدارس. بيتنا الحين صار فيه كتاب حاسب آلي في مصادر حرة، تمام؟ طبعا أنا مبسوط جدا لأنه تم السحب على مايكروسوفت، باي باي يا مايكروسوفت، تمام؟ لكن أيضا متضايق من فكرة معينة، إنه ما زال الفكر القديم موجود بالكتب. أوكي، طبعا راح يقول بعض الناس إيش دخلك؟ ببساطة شديدة دخلي إنه في ناس كثير سألت وحاولت اتجاهل وما اتكلم. طبعا لاحظ ان الدراسه بادي تقريبا لشهر، ومن قبل ما تبدا الدراسه باسبوع يمكن او اسبوعين، يعني صار شهر ونص وانا اتجاهل الفكره هذه، ما ابي ادخل بالموضوع هذا لانه راح يسبب مشاكل اصلا، تمام؟ راح اتكلم الان على امل انه ان شاء الله يتم فهمي بشكل عام. من يوم نزل منهج الحاسب وانا اقول مو بزين، اللي هو منهج الحاسب الجديد، طبعا هو الحمد لله حلو احسن من قبل. اعتراضي انا فقط على اللي هو الشيء اللي هو تخصص في القناة، اللي هو أول بابين تقريبا من الكتاب الحاسب، اللي هو التعريف وتعريف مصادر الحرة، ثم الحديث عن توزيع تعجوبة. أوكي، أول شيء توزيع تعجوبة. أوكي، لازم تعرف أن توزيع تعجوبة اللي مشروحة بالكتاب هذه قديمة، تمام؟ يعني عجوبة 16 فيها فايرفوكس 11، بينما فايرفوكس الحين 23. هذا مثال طبعا على متصفح، ماشي؟ البرامج اللي موجودة على الليبرا أوفيس والواجهة وإلى آخره، أو حتى النوات نفسها تطورت، كل شيء تطور، لكن الكتاب هذا يستخدم عجوبة. ما أعرف ليش يستخدمون عجوبة يا ناس، أنا ودي أعرف ليش، لكن أنا عللت السبب على السريع. أنه طبعا الكتاب أنا توقعت أنه بيتكلم عن تثبيت النظام، بينما هو حتى ما قال لك كيف تستخدم النظام. أوكي، فكرة الكتاب هو أنه تجيب توزيعة عجوبة 16، تنزل عجوبة 16 طبعا على دي في دي او على فلاش، مع العلم انه مكتوب في الكتاب انه مرفق اسطوانة. الكتاب اللي جانا للبيت ترى ما في اسطوانة، كتاب اختي، تمام؟ لذلك اللي اخذ الاسطوانات رجعها، فلوسنا جيبوهن. اوكي، المهم فهم فكرته انه تدخل على النظام. اللي ما يعرف مفهوم اللايف سي دي، مشروع الكتاب عندكم لايف سي دي، انك تجرب النظام، تدخل على النظام بدون ما انك تثبت النظام، تدخل وتتفرج على بعض الاشياء. لاحظ التشويه الكبير جدا للجينو لينكس بالطريقه هذه. الطالب اللي يستخدم النظام عن طريق الدي في دي راح يحصل بطء شديد، بطء شديد جدا، ناهيك عن انه اساسا الواجهه جنوم كلاسيك. اوكي، واحيانا جنوم شل اذا كانت متعرفه على القطع. لاحظ الاشكاليه الكبيره. طبعا في كلام عن الفلاش، وحط برنامج يونت بوت ان المفضل بالنسبه لي موجود بالكتاب. اوكي، الحاجة الثانية هي أنه ما تطرقوا لتعريف النظام بشكل صحيح. الطلاب راح يصير عندهم وشوشة. الوشوشة ببساطة تم تعريف نظام جنو لينكس كالتالي: نظام لينكس هو نظام مبني على يونكس، ماشي؟ طبعا هذا خطأ أصلا. تفتح الصفحات تمشي قدام، لما يجي التعريف أو الدخول على برامج المكتب أوفيس، تمام؟ الليبرا أوفيس، تحصل مكتوب برنامج أو نظام تشغيل لينكس شبيه بيونكس. طيب الطالب ايش يعرف؟ هل هو شبيه بيونكس او مبني على يونكس؟ طبعا المتخصص يعرف ايش الفرق ما بين شبيه ومبني على، تمام؟ طبعا نظام لينكس مبني على يونكس، تمام؟ هذا هو الاشكاليه اللي وقعنا فيها. لا، لو بحثت باي موقع راح تحصل مكتوب انه النظام الفلاني يونكس لايك. اوكي، يونكس لايك معناته انه مثله، تمام؟ وهذه فكره جنو، انه جنو از نوت يونكس، هذه فكرته اساسا. كيف يبني على يونكس؟ يونكس اساسا رافض فكره انه يبنى عليه برنامج او يبنى على نظام، تمام؟ ناهيك على انه المدح العظيم اللي موجود على النظام يونكس بالكتاب، تمام؟ يونكس اوكي نظام جميل قوي، انا ما استخدمته ولا اعرف عنه شيء، لكن محتكر اعتقد بشكل كبير، ما اعرف عنه شيء، هذا اللي اعرف انه محتكر، تمام؟ اوكي، فالاشكاليه هي انه اولا النظام مو باسمه لينكس، النظام اسمه جنو. النظام اسمه ايش؟ جنو او جنو بالعربي زي ما هو مكتوب عندي بالقناه. اوكي، لينكس هذه النواة. اوكي، والنواة عبارة عن 3% من النظام. اوكي، ليست كل النظام. اوكي، فانت عندك 3% من النظام نواة لينكس اللي اسمها لينكس النواة، والباقي من المحتويات عبارة عن جنو. طبعا ناهيك عن بعض الاشياء اللي داخله مثل البي اس دي، اترك الموضوع هذا، لكن اغلب الادوات واغلب الاشياء قدامك جنو، ماشي؟ تحديدا في عجوبة. اوكي، طيب عجوبة جميلة،
جدا. لكن الإشكالية أيضا أنه أتمنى أن تنحل مستقبلا هي أنه الكتاب هذا يتم التصرف معه بطريقة جيدة، أنه مستقبلا واحدة من ثنتين، أما أنكم تبنون لكم توزيعة مثل عجوبة، أو أنكم تمسكون توزيعة عجوبة هذه وتطورونها، أوكي، أو أنكم تصلحون لكم توزيعة خاصة بكم تكون طويلة الدعم. مشكلة عجوبة أنه مو بطويلة الدعم، أو فدورة بشكل عام، طبعا توزيعة عجوبة مبنية على الفدورة، أوكي، غير مطلوب من المدرسين اصلا بالكتاب انه يثبتون النظام، اوكي. لذلك اللي سال عن تثبيت النظام ما اعرف ليش سال، مو مطلوب. انا شفت الكتاب ما في شيء يقول تثبيت النظام، كله مجرد اقلاع من اللايف سي دي اللي ثبتوا الانظمه، ما ادري ليش ثبتوها، تمام. هذا اللي مطلوب بالكتاب. طبعا هو يفرض انه يثبت، انا بالبدايه فرحه راح يتم الاستبدال، لا ما في اي استبدال، مجرد فكره، تمام. لذلك هذه الاشكاليه الاولى اللي هي انه النظام تم تعريفه بشكل خطا. الحاجه الثانيه هي انه العجوبه هذه يفترض انها تشال من الكتاب او انه تطور عجوبه ميزته. وهل هنا هي الاشياء اللي ممكن اقول اوكي صح عليهم لما اختاروا عجوبه؟ اعتقد بسبب انهم يبون يدخلون على اللايف سي دي، واللايف سي دي بدل ما يكون بالانجليزي يكون بالعربي ويشتغلون. هذه اعتقد سبب اختيار عجوبه، لانهم ما يبون يثبتون النظام على الاجهزه، يبون يجربونه. فالتجربه غير التثبيت، لما تجربه تحصله بالعربي غير لما انك تجربه تحصله بالانجليزي. ثبت التثبيت بالعربي يكون على الرام، ثم اذا عدت تشغيل راح، تمام. اعتقد هذا هو سبب اختيار عجوبه، علشان تكون على طول بالعربي، زين. لكن اساسا ما في مانع ان تستخدم نظام بالانجليزي، وفي عندنا كتب صارت تستخدم مصطلحات انجليزي كثير من ضمن الرياضيات، تمام. وهذا الصح اصلا، لانه الحاسب الالي يستخدم بالانجليزي، كان ما يستخدم بالعربي، لانه مو بحنا اللي سويناه، صح ان اسسنا العلوم حقته لكن مو بحنا اللي سوينا الحاسب، لذلك افترض يستخدم بالانجليزي. كان ودي تكون توزيع طبعا ما انا لاحن هجي حد متعصب، كان ودي تكون توزيع الدبيان هي اللي موجوده بالكتاب. ليش؟ لانه دبيان دعمه طويل، اوكي، دعمه طويل جدا، استقراره اكبر من استقرار الفيدورا، تمام. عن تجربة طبعا أتكلم. فلما تركب دبيان أو تشرح الطلاب على دبيان أساسا الهدف من وراءه ليس تجاري، بينما الفيدورا أو العجوبة ترجع الأمة، فيدورا ترجع الأمة ردهات تجارية، ماشي. فنظام هدفه غير تجاري زي دبيان أفضل. نهيك عن أن دبيان أساسا في توزيعة من دبيان اسمه دبيان إديو، توزيعة تعليمية يعني فيها برامج التعليم وإلى آخره. فهذه الفكرة اللي كانت أبي تكون موجودة بالكتاب، ما أدري. عموما عجوبة ما راح أتكلم عنها، ما راح أشرحها، ما راح حتى أتطرق له إلا إذا تم أنه والله نزلت عجوبة جديدة. أما أنا راح أتكلم عن شيء قديم، يعني من الآخر تخيل تم تأليف كتاب حاسب جديد، أوكي، تفتحه تنصدم أنه موجود في شرح عن ويندوز إكس بي. هذا بالضبط اللي صار، أوكي. قاعدين يتكلمون عن إصدار قديمة جدا جدا جدا، أوكي. فبدل مثلا الكتاب ما يكون في ويندوز 8 يكون في ويندوز إكس بي، نفس الحكاية. بدل ما يكون في فيدورا 19 أو 20 إن شاء الله جاية يكون في عجوبة 16، أوكي، غلط. هذه هي فكرة اللي هي الاعتراض على هذا الكتاب. في واحدة ثانية جميلة جدا اللي هو الباب الثاني، إنه أفضل من الباب الأول صراحة. البرمجيات الحرة داخل الويندوز شوي شوي، خلكم برمجيات حرة داخل ويندوز، بعدين برمجيات حرة بشكل كامل ثبتوا النظام، أوكي. هذه هي فكرتي. الاعتراض بسيط جدا، راح أعيد عليكم بسرعة عشان تفهموا الفكرة. النظام اسمه جينو لينكس وليس لينكس فقط. لينكس مجرد نواة. إذا قال لك مدرس الحاسب لينكس مو بزين، قل له ليش؟ عطنا أسبابك، تمام. لأنه في مدرسين حاسب، في طلاب جاء وقالوا مدرس حاسب يقول مو بزين وقاعد يسب ويشتم بالنظام، تمام. بس قل له يعطيك الأسباب وتشوف إنه ما عنده سبب، تمام. إذا كنت مدرس حاسب آلي جديد من باب الذمة والضمير، يعني تبي تدرس طلابك، تمام، وضح لهم إنه هذا النظام يتم تثبيته وليس فقط دخل السي دي وطلع كانوا لعبة، زين. النظام بشكل عام اسمه جنو، هذه لينكس فقط نواة. انتهى اللي عندي، ان شاء الله نشوفكم في دروس قادمة مفيدة بإذن الله. مع السلامة.